بسم الله الرحمن الرحيم، مع أولى حلقات برنامج القضية ودفوعها. هنعرض على حضراتكم قضية ما، وحضراتكم هتشاركوني في أهم الدفوع التي يمكن التمسك بها. والحقيقة أنا بحاول من خلال هذا البرنامج أن أعرض لقضايا حدثت بالفعل وكانت هذه الدفوع فاعلة ومؤثرة وأتت بنتائج جيدة. الوقائع بتقول واحد شخص ما كلف محامي يحرر له محضر خيانة أمانة ضد شخص آخر. أخذ المحامي التوكيل وراح حرر المحضر وقدم صورة من الإيصال، وعندما سئل متى وأين حدث ذلك، اللي هو إيه توقيع مضى الإيصال على الإيصال، متى وأين حدث ذلك؟ قال والله من حوالي أسبوعين. حقيقة يعني أغلب المحاضر اللي بتعمل وكأنها شيء روتيني، وحدش بيفكر قوي هل فعلا بتبقى شهر سنة، مفيش. هو أسبوعين دي بقت كلمة كأنها نمطية من اللي بيحرر المحضر. لكن على المحامي أن ينتبه إلى ربط تاريخ التوقيع بالواقع والحقيقة. فهنا بقى بيت القصيد زي ما بنقول في هذه القضية. صدر حكم غيابي على المتهم في هذه القضية بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه. عارض المتهم بعد حوالي سنة في هذا الحكم وطلب البراءة تأسيسا على أنه كان محبوسا في فترة تحرير المحضر، محبوس حكم نهائي، وإثبات تاريخ التوقيع مقارنة بمدة حبسه. فقضت المحكمة في إيصال الأمانة بإيه؟ بالبراءة. أقام المتهم اللي خد براءة دي جنحة بلاغ كاذب ضد مين؟ ضد الشخص اللي له الفلوس، اللي هو كان رفع عليه جنحة خيانة أمانة. قضت محكمة أول درجة في جنحة البلاغ الكاذب بحبس سنة وكفالة 1000 جنيه والمصاريف. السؤال بقى اللي بعرضه ومطلوب من حضراتكم تجاوبوني عليه، في مرحلة الاستئناف ما هي الدفوع التي يتمسك بها المتهم في شأن هذه الجنحة أو هذه القضية الخاصة بالتبليغ الكاذب؟ هندي حضراتكم وقت، وإن شاء الله في حلقة قادمة هنقول الدفوع، أهم الدفوع، بعد ما حضراتكم تتفاعلوا معنا وتكتبوا لنا أهم الدفوع عشان كلنا نتعلم ونستفيد وتبقى الأمور أكثر تفاعلا بيننا وبين بعض. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.